السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين طلبة الدراسات العليا. إن شاء الله اليوم راح نسولف موضوع جدا مهم، أوضح لكم به الخطوات الرئيسية على أساسها راح تمشون أنت خطوة يعني خطوة بخطوة لما تشتغل كلايمت تشينج. لذلك سميت أو ارتأيت أن أسمي هذا الفيديو اليوم ستيبس، الخطوات اللي نجري بها الداون لود والداون سكيلينج بالجنرال سيركوليشن موديل، وكذلك أخذ بنظر الاعتبار الإميشن سيناريو، تأثير تركيز الغازات الدفيئة الفيوتشر سيناريو ضمن التقرير السادس اللي هو آخر تقرير حاليا. انت إذا تشوف الفيديو بعد 5 أو 6 سنوات فأكيد راح ينزل التقرير السابع والثامن وهكذا، لكن حاليا احنا نشتغل ضمن التقرير السادس اللي هو خاص بالهيئة العامة الدولية المعنية بتغيير المناخ باستخدام مولد الطقس العشوائي الوذر جنريتر، واخذ بنظر الاعتبار الانسرتينتي. لاحظ كميه المعلومات بالعنوان، تقدر انت بس تداونلود ولا جنرال سيركيشن موديل تسوي اصلا تسوي يعني بحث وحده، تقدر فقط الداون سكيلنج تسوي بحث وحده، تقدر فقط البيزا كوركشن تسوي بحث وحده، تقدر تسوي فقط الاميشن سيناريو بحث وحده، الوذر جنريتر بحث وحده، الانسرتينتي تشملها لان كلها تمام عيني. فهسه راح اوضح لك الخطوات حتى انت تكون على خطوات ثابته تقدر تمشي عليها. نجي تو داونلود اند داون سكيلينج الجنرال سيركوليشن موديل، حتى اني احمل واسوي تصغير نطاق النموذج المناخي الاقليمي او الموديلات الاقليميه اللي مرتبطه بالسيناريوهات الخاصه بتركيز انبعاث الغازات الدفيئه الاميشن غازز ضمن التقرير اللي من الهيئه او هيئه مشروع المقارنه اللي هو الانتر كومبارجن بروجكت بنر ضمن التقرير السادس اللي هي هاي الهيئة المعنية بانه يعني اللي عملت بجهد دولي، تقدر انه انت تعرف اسمها خاص الجوفرمنت انتر كومبارجن بروجكت ضمن التقرير السادس باستخدام مولد الطقس. ما حددت شنو نوع مولد الطقس، ستوكاستيك دايناميك تمام. هسه راح نجي نوضحه. وذ انسرتينتي مع اخذ بنظر الاعتبار عدم اليقين، شنو الخطوات المفروض انت تسويها بالتسلسل؟ اول شيء تروح تعرف الجنرال سيركوليشن موديل موديلز تمام، الجنرال سيركوليشن موديلز تعرف الموديلات الموديلات الخاصه بنموذج المناخ العالمي اللي راح تستخدمهن. يعني شو تقول؟ تقول مثلا اني راح استخدم كذا موديل كذا موديل كذا موديل، وراح نجي نوضح لكم اياها. كل من راح اسوي فيديو خاص بتطبيق يعني عملي. اول شيء نوضح الجنرال سيركوليشن موديل ويا شنو الاميشن سيناريو. يعني انا اريد مثلا تركيز الغازات الدفينه اللي هو ابو 2.5، تركيز الغازات الدفينه ابو 4.5، تركيز الغازات اللي هو الاسود 8.5 تمام عيني. وكذلك الجنرال سيركوليشن موديل، انا ممكن استخدم 2 جنرال سيركوليشن موديل او 3 أو 4 أو 1، بس بما انه اذا عندك انسرتينتي فلازم تاخذ اكثر من واحد. اذا شغلك يتضمن كلمة انسرتينتي فانت لازم شغلك يكون اكثر من واحد، لان انت اغلب مقدار الانسرتينتي يجيك من الجنرال سيركوليشن موديل تمام. ثانيا تعرف ورا ما عرفت الموديلات اللي راح تستخدمها، استخدم الموديل الكندي، الموديل البرازيلي، الموديل كذا، عندك عدة موديلات خاصة بالكبلت موديل انتر كومبارجن بروجكت. هسه اذا تقدر انت مجرد ما تكتب هذا تاخذ هذا. بس احد يجي يقول لي شلون انا اعرف الكبل موديل انتر كومبارجن بروجكت اذا تقولين بي هو جنرال سيركوليشن موديل؟ روح انت تلقائيا على موضوع على الجوجل، اخذ هذا الموقع اللي هو كبل موديل انتر كومبارجن بروجكت 6 ديتا داونلود تمام. مجرد ما تدخل عليه هسه هذا هو اول واحد هوم تمام. تلقائيا من تروح هنا تدخل عليه راح تدخل على البرنامج بالجانب. لاحظ هنا الكابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت انترفيس، بس مجرد تدخل عليها اللي مهشره باللون الاصفر راح تدخل عليها، راح يعطيك بالجانب هنا الموديلات الخاصه بنماذج المناخ الاقليمي العالمي، العفو مو الاقليمي العالمي، اللي هي ضمن السورس اي دي. شوف هنا اكو علامه هنا تضغط عليها بالزر البلس، مجرد ما تضغط عليها راح يعطيك كل الموديلات. شوف لاحظ هاي الموديلات هي هاي اللي اقول لك اياها. طيب شلون احددها؟ ليش اختارها؟ قلت لكم اصلا محاضره راح اسويها فقط على تحديد الموديلات
تمام. انا بس حبيت انوه بعد الامشن سيناريو. اي نعم اكو مال الخاص بالامشن سيناريو. هنا تلقى ايضا بالاكسبرت اي دي وبالسورس تايب شنو نوع السورس تايب شنو نوع المصدر مالتك. تقدر تحدد ايضا من البلس تختار انت الـ يعني نوع السورس تايب مالتك. وكذلك تقدر تحدد الانستيتيوت مالتك من يا بلد. فهواي بي خيارات. وكذلك تقدر تحدد تركيز الغازات الدفينه يعني مره تختار كذا مره على الغازات الدفينه. يعني هنا عندك هواي امور. ان شاء الله راح نجي الفاريبل راح نجي نوضحها ان شاء الله بالتفصيل. تمام. السب اكسبيرمنت الاكسبيرمنت اي دي ايضا تحدده لازم انت تحطه اياه اللي هو احنا هسه مجرد ما يفتح هذا الاكسبيرمنت اي دي. لاحظ هنا تقدر تنطي التركيز اللي انت تريده مال الغازات الدفينه كذا هيك. يعني شوف لاحظوا كلهم منطقي يعني لان هو هذا لكل دول العالم. فانت على حسب منطقه دراستك تختار. وهذا راح نجي نوضحه ان شاء الله بالمحاضره الخاصه بتنزيل البيانات مال ايدنتيفاي الجنرال سيركيوليشن موديل والامشن سيناريو باستخدام الكابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت 6. ثانيا احدد المتغيرات. ورا ما حددت اني الموديلات اللي راح استخدمها بالنموذج المناخ العالمي لازم احدد الفاريبلز تمام اوف انترست البيانات اللي تهمني. هاي البيانات اللي تهمني ضرورية جدا لان انا راح احدد على اساسها وهي تتحدد على اساس منطقة الدراسة. يعني اذا انت تريد تحدد الفاريبل ممكن فقط تيمبرتشر او فقط ممكن بريسيبيتيشن او فقط ويند سبيد او فقط هيوميديتي سولار راديشن كونفكشن اشعاع راديشن انيثينج. فاذا اختيار الفاريبل يعتمد على نوع الدراسة اللي انت راح تدرسها. فتحدد الفاريبل اوف انترست. نقطة ثلاثة هذا بدأت تنتبهان كاتبة بين قوسين depend on research question the special and temporal resolution of the study and the availability of data. أيضا تحكمك توفر البيانات الموجودة. ثالثا access the data. بعد ما حددنا ذني أنا لازم أحدد شلون أوصل لهاي البيانات. شلون أوصل لهاي البيانات أنا أريد اليوم حددت كذا وحددت كذا أريد أوصل لهذه البيانات. access the data when have identified بعد ما عرفت أنت الداتا تحتاج أن توصل إلها وتحملها. responsibilities such as أما تستخدم الـ Earth System Grid Prediction أو تستخدم الـ National Center Atmospheric Research. شلون هذا تقصدين بي دكتورة؟ لاحظ هنا راح أوضح لك إياه. هسه نرجع احنا مو قلنا نروح ندخل على مشروع المقارنه الكابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت. لاحظ هسه هنا هسه بس ارجع لك او نفتح جوجل جديد ينطيك انت حتى توصل لهاي البيانات وتنزلها بشكل رئيسي لازم انت اللي دعمك اللي يعني هذا لاحظ كابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت. لاحظ بالسيرش الرئيسي لاحظ هنا السنتر لاحظ هنا احنا خليني ارجع اشوف اياهم عندك اثنين. اما تاخذهن من ناشونال سنتر اوف اتموسفيريك ريسيرش او تاخذهن من الاير سيستم جريد. يعني تقدر تكتب هنا اير سيستم جريد او تختار هذا. تمام عيني عندك هواي امور. يعني انت شنو قصدك توصل للبيانات شلون تحمل هاي البيانات وتصير على حاسوبك. هو هاي معنى اختصار الاكسس داتا اللي انت تحتاجها. ورا ما حددت قلت يابا انا راح اشتغل على كذا كذا موديل وراح ايضا اشتغل انه احتاج هاي المتغيرات. فشلون توصل لهاي البيانات وتنزلها؟ كنا باستخدام احد الموديلات الخاصه بوصول البيانات اللي هي الايرث سيستم جريد بريديشن اللي هو هذا. لاحظ هسه هنا هذا تمام او الثاني اللي هو الناشونال سنتر. بعد ما وصلت انت للبيانات بشكل رئيسي قبل ما تروح تسوي تحملت البيانات عندك بشكل كامل تمام شو تسوي ورا ما تسوي داونلود للبيانات تكون عندك بيفور يوزنج الوذر جنريتر. احنا الوذر جنريتر اللي نستخدمه بصوره عامه سواء كان ستوكاستيك سواء كان دايناميك سواء كان هايبر اسوي بي داون سكيلنج. اذا مولد الطقس العشوائي يسوي داون سكيلنج المن للجلوبال كلايمت موديل للمناخ اللي انت نزلته راح يسوي لك الاداء. فقبل ما تسوي اصلا داون سكيلنج تستخدم وذر جنريتر للبيانات المفروض انت تروح شو تسوي؟ كوركت ذا بيزا تصحح التحيز. هاي اهم خطوه تصحح التحيز
اللي خاص بالبيانات مالتك، حتى تتجنب اذا كان بهاي البيانات اكو تحيز، اكو فقدان، اكو كذا، واكو خطوات خاصه بتصحيح التحيز. بس اكتب بيزا كوركشن، عندك تقريبا 6 أو 7 طرق، واكو سوفت ويرات خاصه تصحح لك التحيز. نجي للبعدها، واكو اصلا برامج تسوي تصحيح تحيز بالاضافه للداون سكيلينج، يعني هواي امور. بعد ما تكمل هاي الخطوه ضروريه ان احنا نعتبرها، تروح تتاكد نضيف الانسرتينيتي. الانسرتينيتي لان احنا قلنا موضوع الانسرتينيتي منين يجيني، عدم اليقين يجيني من عده موديلات، وانا شرح هذا الشيء بمحاضرات سابقه. واحده من عدها اللي يجيني هو من الجنرال سيركوليشن موديل والايمشن سيناريو فيوتشر كلايمت تشينج سيناريو ايضا، فلازم اخذ بنظر الاعتبار. فشلون ادخل انسرتينيتي ومكان ما اخذ موديل واحد من الجنرال سيركوليشن موديل اخذ عده موديلات، بعد مكان ما اخذ تركيز واحد من الايمشن سيناريو اخذ اكثر من تركيز، يعني اقول مثلا ايمشن سيناريو كذا زائد ايمشن سيناريو كذا حتى اشوف ايش قد ينطيني تغاير، تمام عيني. فلذلك حتى نحل هذه المشكله نستخدم ملتي بلاي سيموليشن، يعني فشيء مضاعف، تمام. هاي اهم فقره حتى انت تدخل انسرتينيتي، تاخذ دراسه عدم اليقين حتى نثبت ان الموديلات الهيدرولوجيه او الموديل اللي انت راح تستخدمه لاي ديتا انت تريد تحسبها بانسرتينيتي، لان النتائج مالته ما تكون متشابهه مع الموديل الاخر بنسبه 100%، تمام. فتستخدم ملتيبلي سيموليشن والديفرنت انيشال كونديشن، تمام يعني، او موديلات. هاي الموديلات راح تلتقط لك الكابتشر، تلتقط الرينج البوسيبل اوتكم، ايش قد مقدار راح يصير الرينج او اختلاف بالاوتكم، تمام عيني. هاي ممكن نحلها على شكل مجموعات باستخدام مجموعات الرينج حتى نعرف احنا الرينج اوف انسرتينيتي اوف هاي البيانات، ايش قد الرينج مالته يتراوح منين لمنين. بعد ما سوينا الانسرتينيتي واخذنا اكثر من موديل، نروح ناخذ هاي البيانات شو نسوي لها؟ نسوي لها وذر جنريتر، تمام. اللي شنو يعني يقصد بالوذر جنريتر؟ اخذها اسوي لها داون سكيلينج، تقليص. يقصد بالتقليص انه اني احول البيانات من النطاق العالمي الى نطاق محلي، تمام، يعني اخذ تاثيرها من النطاق العالمي الى النطاق المحلي. وايضا بالداون سكيلينج عندك انسرتينيتي، اذا هاي الانسرتينيتي الثالثه، الاولى قلنا من الموديلات اللي نستخدمها بالجنرال سيركوليشن موديل، والثانيه من الايمشن سيناريو تجيني، تمام. فهاي صارن اثنين، والثالثه منين راح تجيك هسه اصلا؟ من الداون سكيلينج تجيك ايضا انسرتينيتي. فهاي الانسرتينيتي الثالثه، انت بامكانك تستخدم اكثر من موديل حتى بالداون سكيلينج حتى انه تلاحظ او تدرس الانسرتينيتي. يعني ممكن تستخدم مثلا لاعب التعيين لارس وكلايمت جنريتر، لان الثلاث الموديلات يسوي لك داون سكيلينج بس شغلهم ستوكاستك داون سكيلينج، وتقدر انه تشوف مقدار الفاريابيلتي بيناتهم. اكو عده طرق للداون سكيلينج، اكو دايناميك وكو ستاتستيكال وكو هايبرد، راح اشرحها المحاضره وحدين وشوف طريقه استخدام كل واحد من ذولي. فاذا الداون سكيلينج باستخدام الوذر جنريتر اذا نعطيك انسرتينيتي المفروض تنتبه عليها اذا انت كان شغلك يتضمن انسرتينيتي حتى تدخلها. بعدين الوذر جنريتر ار هو ستاتستيكال، هاي بعدين راح ان شاء الله راح نوضحها. فده يقول لك هنا عندك الوذر جنريتر عندك بانواع، اما ستاتستيكال موديل او دايناميك. الستاتستيكال يعتمد، انا صراحه راح اشرحها بمحاضره واحده، ودايناميك داون سكيلينج والهايبر داون سكيلينج. المهم انت تعرف اكو مولد طقس يسوي لك تصغير نطاق، تمام. هاي اهم فقره تفهمها، بقت يا طريقه تستخدمها حسب البيانات عندك. راح اسوي محاضره خاصه اسمها بالداون سكيلينج ابروتش واستخدام الوذر جنريتر، تمام. نجي للمحاضره اللي النقطه اللي بعدها فاليديت، لازم نتاكد وندقق قيم الداون سكيلينج اللي سواها، هل هي صحيحه لو غير صحيحه. فهاي فقره جدا مهمه، تو فاليديشن ذا داون سكيلينج داتا مع من نقارنها مع الاوبزرف ديت حتى نتاكد ان الداون سكيلينج داتا از اكوريت دقيقه ان ريبريزنتيف وتمثل اللوكال سكيل كلايمت كونديشن. بعد ذلك اخر فقره تستخدم هاي البيانات اللي بعد ما سويت لها داون سكيل ودخلت كل التاثيرات الخارجيه لها، واذا انت كنت ماخذ انسرتينيتي فتاخذ لكل موديل يطلع وبعدين تسوي افرج، تاخذ هاي البيانات النهائيه اللي سويت لها داون سكيل كل العمليات الفوق اللي ذكرناها تستخدمها بالابلكيشن. اللي شنو الابلكيشن؟ اما هيدرولوجيك مودلنج، اما النمذجه الهيدروليكيه، او الجروب مودلنج، النمذجه احنا نسميها يعني باستخدام النمذجه النباتيه او غيرها، او
بدراسات الكلايمت امباكت اسسمنت او بتقييم الدراسات المناخيه او تاثير الدراسات المناخيه. اتمنى تكون هاي المحاضره جدا واضحه لك، لان راح تحدد لك الخطوات التفصيليه انت شلون راح تمشي، حتى على اساس انا محددت هاي الخطوه اخذها واروح افحصها وادرسها واشوف شنو الموديلات وشنو مش السيناريو وغيرها، وكذلك الخطوه اللي بعدها. وهاي السبع خطوات او الثمان خطوات العفو جدا ضروريه، يعني تتبعها انت المفروض بالتفصيل راح تعتبر هيد لاين لك تمشيك على الخطوات الصحيحه. انت كل خطوه من هاي الخطوات راح تاخذها وتروح تغوص بها بشكل مفصل ودقيق حتى تفهمها ان شاء الله. اذا عندكم اي سؤال او استفسار خاص بالخطوات والستبس اللي هي تتضمن الداونلود والداون سكيلينج وللجلوبال كلايمت موديل اللي تضمن الامشن سيناريو ضمن اي مشروع مقارنه كبوز موديل انتر كومبارجن بروجكت باستخدام مولد طقس ايا كان عشوائي او دايناميك او غيره يتضمن هذه الامور كلها الانسنتريتي، فانت المفروض تتبع هاي الخطوات او هاي الستبس، هاي جدا ضروريه. فان شاء الله تكون هاي المحاضره جدا مفيده لك. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون ترسلوا على القناه، ان شاء الله نوضح لكم الشيء اللي تردونه، واذا يحتاج محاضره ايضا نوضحها لكم. لا تنسون دعمنا بالقناة بالاشتراك ودعوة زملائكم الباحثين. نلتقي بكم إن شاء الله بمحاضرات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.